This is Sparta. اوف. هاو فيكم، معكم بدر الشيحة. انا الحين في ثري قاعد اجرب لكم لعبة Assassin's Creed Odyssey. طبعا اللعبة زي ما تشوفون الحين بديت انا في الخيارات اختار لي جاي ام هير فور بودراكس اتس جود تو كم بيبل. تختار خيارات داخل اللعبة بس على اساس ما اتعبكم بشجع الكلام كله لان ما حد مهتم بالقصة حاليا، فببدا بالجيم بلاي تشوفه. اوكي، هذا الجيم بلاي اشتغلت. طبعا يقول لك ان اللعبة قريبة من اسلوب اوريجنز بس في فروقات او اضافات جديدة في اللعبة تخليك يعني حركات اكثر وشيء زي كذا، بنشوفه مع الوقت. طيب اول مشهد يقول لي كويست نيو ترابل ان بارادايس، يعني مشكله في الجنه توقع شيء كذا. طبعا قصه اللعبه صايره 400 سنه قبل جزء الاوريجنز، وانت قاعد تلعب الحين بشخصيه من الجريك ميثولوجي، يعني من مو جريك ميثولوجي يعني من اليونان، من الجريك قبل 400 سنه من جزء الاوريجنز. خلينا نشوف ايش نسوي. اول شيء نروح الميشن. اوكي اطلع من الحصان. الحين لقيت المكان اللي احتاجه اللي هو كر العصابه، فالحين بدخل وبنتفهم يعذر العصابه. الحين هذا الوكر حقهم. الى الحين صراحه كل شيء قاعد اشوفه قريب من اساسن كريد اوريجنز، وهذا ما شيء ما غلط، بالعكس كانت رهيبه اساسن كريد اوريجنز. وين كيرا؟ ها هذه كيرا. اختار. هي قالت لي هل انت سباي، يعني هل انت جاسوس ولا انت اثيل نفسها متخبيه؟ قاعد تستهبل علي، فبستهبل عليها بقول ان انا اصلا واحد من الالهه متخبي. قاعد استهبل عليها. بس فالو كيرا. وين كيرا؟ لحقها هذه هنا يا كيرا، وقفي يلا نروح المهمة. الحين التحكم سلس جدا ومريح صراحة. اتوقع انه قريب من اوريجنز، يعني اتوقع ما اختلف كثير لان اوريجنز برضه كان التحكم حقه مرة ممتاز. بس ابي اشوف الاضافات الجديدة ان شاء الله. نادي حصاني فوبس. اسمع حصاني فوبس. فوبس وينه؟ فوبس فوبس اوه فوبس 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 قاعد سحب علي. يلا فوبس مالك يا فوبس، لا تضيع علينا. يلا راحوا مسكين صقعت بالعنز. يلا يا فوبس فوبس وراك تنطل يمين يسار. اوكي هذا حاجه رهيبه جدا ان اضافه اضافوها برضو للابيليتيز للشخصيه. زي ما تشوفون طبعا نفس الشيء في التري هنا مخلينا هانتر وورير اساسن تقدر تصير، لكن اضافه ابيلتي تستخدمها. مثلا هنا عندي ابيلتي هذا هيلينج، وهذا يكسر الدرع، وهذا سيف النار، وهذا ذس از سبارتا. فتقدر تشتري الابيلتي اللي تبغاها وتحطها. طبعا نفس اساسن كريد اوريجن يجيك ابيلتي بوينت تصرفها على الابيلتيز وتقدر تصرفها بعد اللي تحت عشان تلف الاشياء هذه برضه. الحين خلونا نبدا الحين نشوف كيف القتال يصير. في العداد تشوفونه تحت، سيف النار متعبي عنده، اقدر اعلق على المثلث واستخدمه. سويته حركته والله جلدته. ايه خلت عليه ذس سبارتا ذس سبارتا. اوف والله جلدته. كيف النار ثانيه؟ ايوه اجلد 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 اجلد. هذه صد هات اخذ درعه. هات الدر حقك خله. اوه نايس. اعطيه سيف النار ذا، اعطيه ديزل سبا هيل سوت هيل. اوكي تعبى الحين عندي ديزل سبارتا. ذس از سبارتا. والله ذبحته قطعته. سيف النار اعطيت ديزل سبارتا. هذا الشيلد اعطيه ضربه جامده يفك الشيلد. اهيل رايت حركته نكتف هذا بس سبارتا. اوه مع الدرع بعد. طيب طيب يتعبى الهيل انتظره الحين يتعبى الهيل. اوكي يتعبى الهيل لازم اضرب.
هيلت وانا قاعد انضرب. نايس. اعطيه اسهم بعيد. هيد شوت. اوه هيل ما تهيل. الحين هيل انا. هذه اضافه جديده في اللعبه، صار الحين في خيارات لها اثر في القصه. زي هنا يسالني يقول لي هل انت سبارتن ولا لا؟ اقدر اقول ايوه انا سبارتن، ولا اقول له لا انا ماني سبارتن، بين قوسين كذب او انا اكذب عليه. طبعا هذا يفيدك كيف؟ انك لما تلعب اللعبه تجيك خيارات كثيره، خيارات عاطفيه، خيارات زي كذا، خيارات لها علاقه بالحرب، يعني اشياء كذا او خيارات لها اساس في اللعبه، فيأثر في مستوى لعبك ويغير طريقة لعبك. يعني لما أنا ألعب اللعبة هذه وأنت تلعب اللعبة هذه راح يختلف كثير عن لعبي، إذا أنت لأن خياراتك راح تكون خاصة فيك وهي تبنيك القصة كما تمشي. فالحين خلينا نجرب نكذب عليه بشو يصير. أوكي شكله مشت عليه. مشت عليه. طبعا اختار لان الناس يموتوا كلهم ولا زي كذا. هذا كله خيارات عاديه خلاص يقحها بس. اوكي اعطاني هلمت. طيب الحين رجعت انا الخوذه. شوف كيف لابس الخوذه انا رهيبه. زي ما تشوفون هذا الحين الكوست طلع عليني لازم اغرق ثلاث سفن. يقول لك راح تعرف السفن هذه عن طريق شراحهم الازرق. فأي سفينة فيها شراع أزرق أغرق أبوها. فالحين نسوي كذا. فهذه السفينة حقتي أروح عند ال وأندركسون حقها هذه. الدفة طبعا مو دركسون. أوكي عندك شب أفكر. طيب هذه أول سفينة. أول سفينة ذي نبي نغرقها الحين. أدعس أدعس يا ولد. روح روح الحين البريك شوي. امشي شوي 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 شوي. اوكي يلا لا جتان اوكي يلا فجر. ايوه ايوه غرق غرق غرق. صد 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 صدينا. ايوه اوكي. اوه ركز. اوه هذه الحركه قاضيه عندي تعب. شوفوا نار غرقته. الحين اروح اهجم عليه. طيب الحين بعد ما غرقته جت علامه المرساه هذه معناتها اوكي معناتها Did I sink it? No, I think it worked. Is it? Oh, okay. It sinked. That, okay, the other one then. اوكي غرقته غرقت سفينه مو مشكله. اجلد فقعته فقعته دود دود كير. واو يلا دخلنا الحين احنا نركبه ما نغرقها ان شاء الله. غرقت زين او انا بس اغرقهم. طيب اوكي لازم لازم اهجم على واحده لازم اهجم على واحده مو مشكله. لا يلا اوكي ما في احد ما في احد امشوا. اوكي يلا يلا الحين لازم اركز واهجم على واحده. يا اني نتفت هذيك. شوف تسقعها. اوكي 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 شوي شوي الحين شوي شوي فهد لا تنبل علينا شوي شوي يا فهد شوي 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 سفينه سفينه نجيبها عيد بريك يلا بريك اول ونهجم يلا المفروض الحين اركبها. اوكي وش صار؟ وات؟ هاو روح ادخل انا اروح اركبها. اوكي اوكي ركبت سفينه انا اروح افقع وجههم. رايت يعني تبدا تكسر سفينه ولا تهجم. لا 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 اوكي ذس از بارتا برا. حلو هاد درعك هاد درعك هاد درعك هاد درعك يا ولد هاد درعك قلب وجهك خلنا نجد قوم 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 قوم. حلو يلا ذس سبارتا برا برا. الحين فيها قبائل سافة لازم اصدمهم وبصدم ابوها الحين فيه. اصدم روح روح اصدمه يا
ولد. والثانية يا ولد. دقيقة دقيقة بس. شوف هذا عمران، هذا بشيل بشيلها الحين. شوف 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 خلي قرب بس. والله لصدمها صدمة. ما عليك روح روح. يلا شدوا 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 شدوا. يلا 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 يلا. شوف شوف شوف. توج. بعدين اهجموا. اسهم نارية. شوف شوف حركتهم. اشوف هذا واي. شطر على اخوي الصغير من جد. يلا غرق. اوكي نايس. خلاص الكويس خلاص الكويس. اوكي ذس ون ذس داي. يلا يلا احرق امه. ما تتحرش فيني تنحاش يا بابا. ما فيه تحرش فيني عمران. الله لا تصقعه. تعال. اوه هذا اركب فيه. اوكي اوكي ليتس رايد ذس. What the hell is this? No 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 no. Ah. Okay. 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 الحين بركم حاجة جدا رهيبة. Conquest. كذا حرب فوق 300 واحد فيه. فبعد I will fight for Sparta. خلنا نشوف. To battle. يلا إلى القتال. بوريكم حرب مرة ضخمة الحين. 300 واحد تقريبا او فوق 300 واحد موجود بالحرب وانا منهم طبعا. بوريكم الاباد الحين. شوف 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 شو كم واحد. يلا هذا اسمه كونكوست. كونكوست قتال زي ما تشوفون بين جيشين ولازم انا اذبح اساس اللفل او نمشي القتال. برينج ذا شيلد اتس نوت يوز. روح اعطي بس سبارتا. ايوه اوه فجر فجر. هات الشيلد حلو. في هنا زي هذولك. شوف هذولك اللي رقم 22 ذا الذهبي. هذا لو تذبحه ينقص من عدد الجنود الاعداء يعني. هذا الكباتن الحين بروح بنتظر. هات درعك مو حقك. يلا توكل قوم. This is Sparta. اوه اوكي مات. شوف نقص شو اسمه الجيش اللي ضدي. هذا يهايطون ذولي. خلينا نتفهم بس. هات درعك مو حقك. روح وانت هات درعك بعد. Kill the enemy captain. ندور الكابتن هذاك. شوفه هات. اوكي كيف فقع وجهه. This is Sparta. يا احب ذيك الحركه رهيبه. تعال تعال فاضي. اوكي This is Sparta is amazing. اوكي هذا الحين يموت. اي نو نوت توداي. هيل هيل هيل. اوكي اتس دان. اوكي هذا اقدر اوريكم اياه الحين باللعبه. زي ما تشوفون هذا كونكست مود كان. للاسف انتهى الوقت لكن اوريكم ايش بيصير. انتم لو تعملون اللعبه بتشوفون كيف الحماس زي كذا. عجبكم الفيديو حطوا لايك اشتركوا بالقناه. يعطيكم العافيه. كمان كفايه شيحه ودي افقع هذا بس ما يمديني صراحه. انتم لو لعبتوا اللعبه فقعوا. يعطيكم العافيه مع السلامه.